انا بالنسبه لي انا كمواطن تونسي ما نرفضش، معناها مانيش رافض حتى حزب معناها مش يجي. ليسونسيال اللي مش يجي جديد ان شاء الله معناها يكون باهي ويصلح البلاد، وباش ما نعرفش انا تونس ترجع كالعاده، معناها نحبوا الاستابيليتي في البلاد. انا كونسيونت بالحكايه ونعرف برشا عباد فهموا انه النخبه السياسيه راهي تنجم معناها تتعارك وتتسامح في دقيقة وينجموا معناه يغفروا لبعضهم كل شيء. البارح كانوا يسبوا في بعضهم، النهضة مع المحاسبة والنداء ولا نداء ولا مختلف الأحزاب اللي تمظهر فيها التجمع كانوا كونتر المحاسبة وكانوا يسبوا في بعضهم وغيره، وعادي متوقع أنهم غدوة يتحالفوا خاطر ما عندهمش حتى ما همش معتها قاعدين يخدموا على قاعة مبادئ وما يخدموا على قاعة مصالح مشتركة، معناها نورمال تلقاهم حاطين يديهم في دين بعضهم غدوة، وعادي معناها يحميوا النهضة من المحاسبة. دونك نتصور أنه واقع اتفاق بينات النخبة السياسية الكل باش هذم يغطيوا على هذم والأخرين يغطيوا على الأخرين، ومن بعد يخرجونا محلاهم في مشهد ديمقراطي محلاه وحكومة مشتركة، الأخرين يمنعوا من المحاسبة والأخرين يمنعوا من الإقصاء السياسي وما فما حد شيء وربلوت. بون أغلبية الناس نجم تكون ماهيش واعية 100% بالشيء اللي صار، أما راهم العباد فقدوا الثقة في النخبة السياسية، معناها العملية السياسية الكل فقدوا فيها الثقة. ولاحظت انه يحبوا يصوروا العباد اللي هي قاعدة تقيد وفرحانة بالانتخابات، دونك سي با فري. انا عندي نظرية لنداء تونس ما ينضمش للنهضة والنهضة ما تنضمش لنداء تونس، فما اختلاف في بعضهم، هذاك سياسة وحدها والاخر سياسة وحدها. تبقينا اليوم احنا ماذا بينا اللي يحكم في البلاد ويريحنا احنا ويريح روحه، هذيك النتيجة اللي حاجتنا بها احنا. ما نفهم البلاد بس بيتحالف النداء والنهضة، ما فيها بس كنعيشوا توانسة مع بعضنا، فمشي من البلاد هذه تقدم وننساو معناها المشاكل اللي صارت بيناتهم قبل اللي كان عندهم معناها إشكاليات، ونعيشوا معناها عيشة باهية ويعرفوا كيفاش يسيروا البلاد إذا كانوا مزوز ربحوا في الانتخابات. ليه انت جالس؟ ليه البوليتيكا لوغ لا جملة. موسيقى هنا سلني حاجة في الموسيقى نجاوبك، أما بوليتيك نو. باش قولك كان بينك فلويد نهار الجاي يعملوا كونسيرت. واو جيمغي بيان اش خاصة. بالنسبة للتحالف بين زوز قوى اللي تصنعوا هالقطبين النهضة ونداء تونس، أنا الرالي هو متوقع على الأخر ومنطقي على الأخر، على خاطر زوز أحزاب ما يختلفوش برشا حاجات، معناتها توا زوز ليبرال وزوز ناديو بنفس المبادئ، هذا يختلف ايديولوجي والاخر عنده أجندة نتاعو يخدم فيها. التوانسة فاهم لي واعية ما يقول لك شكون اخر، معناتها التوانسة كيف ما خايفين من السلفيين خايفين من الشيوعيين، الافكار متخلطة مازالت عنا في تونس. حزبين هذوما بالنسبة لي معناتها ينجموا وممكن برشا يجيو في نفس الكوميتا بتاع الحكم، وهذا منطقي على الاخر، على خاطر لسبب بسيط انه اللي يحكموا فيهم هما الناس هما بيدهم، العباد اللي تسير فيهم ما يختلفوش المصالح، معناتها نداء تونس والنهضه يخدموا نفس مصالح القوى العالميه والقوى الكبيره. التحالف كان باش يكون في مصلحه البلاد، يعني ماذا بينا احنا، ماذا بينا تريد البلاد والتخلف هذا السياسي كي يولي راي من النهضه وراي من نداء تونس، يكون باش يكون بطبيعه الحال في مصلحه البلاد الكل. ان شاء الله يكون في مصلحه تونس، لما الاحزاب الكل تو تسعى وراء الكرسي وما فهمش حزب معناه يحب المصلحه لتونس. يا ودي اجي اشوف في اليوم كي جي العرايض يوزعوا في الفلوس في القلالين، اجي اشوف كيفاش يشيروا العباد بالماكينات نتاع الخياطه، يجوا يتفرجوا كي باب السويق. انا سؤال معناتها واضح، كان صار تحالف ما بين النداء والنهضه، شنو تحالفوا فيه وهما الشعب مش رضا في صبعه. خويا راهو شفت شنو هي المجلس السياسي، المجلس النواب، المجلس الديمقراطية، راهو من الاخر بيصير حرب. اوكي بابا راهو نعطيك كيف ضد الحكايه هذه وعارفها، راهو من الاخر راهو انا شايف السير. ماذا بيس والله ساعة حاجة باهية، إذا كان ماذا باهية في مصلحة البلاد ما فما حتى مشكلة معناها، إن شاء الله أخويا ربي يسهل. في صورة ما تجد التحالف هذا، أنا نتصور اللي الشعب مش يسكت على الكلام، خاطر كما قاعد نشوف معناتها
القواعد نتاع النهضه اكبر من معناتها والحمله الانتخابيه اللي صارت اكبر برشا من الحمله الانتخابيه نتاع نداء تونس. دونك نتصور الخيار معناتها في الانتخابات واللي باش يربح سورتو في التشريعي باش يكون حركه النهضه. معناتها كي تصير تحالف وحكايات كيما هكا نتصور اللي خيار الشعب خيار الشعب مش معناتها باش يتحقق اللي هو انتخاب النهضه ولا انتخاب اي حزب اخر. ومن ناحيه اخرى نتصور اللي حزب نداء تونس يحتوي على برشا من التجمعيين معناتها والمحسوبين على النظام السابق. انا من رايي انهم يتحالفوا مع بعضهم باش يتفاهموا وما يقعدوش يتقاتلوا ما بين بعضهم ويعملوا لنا معناها مواطن شغل للشباب ويحسنونا البلاد وتتبدل الدنيا للبوزيتيف. ما يبقاوش الاحزاب في بعضهم في مشاكل وكل شيء، ماذا بينا يتفاهموا احسن. حق مشروع، فهمتني؟ بالنسبه هذايا حق مشروع، يعني التحالف بين الكتل الحزبيه هو حق مشروع، يعني وفي لكل يعني طرف حزبي يعني الحق في التحالف مع من يعني يوافقه ويقابله الراي. مؤخرا ايه سي بون تصير حاجه بيع البلاد بين النهضه والنداء يقسموا البلاد واحد يرجلوا امور بور لانتيري دي بيي، مصلحه البلاد والعباد. والله لو تحالف حزب من الاحزاب حتى مع الشيطان، ولذا هذه مصلحته قبل كل شيء. هو ما معنى نداء تونس والنهضه في الاخر احزاب تونسيه تلم التونسيين ديمقراطيين ولا عندهم شبهة دينية وما الفرق؟ والله بالنسبة لي أنا نداء تونس ونهضة ما يعجبنيش الجملة، ومن بلوس تونس مشيت في هاوية ولن أقبل لن أقبل لن أقبل. كان معناها يصير يتعاركوا معناها ولا حكاية فارغة، هما زوز ما فيش لي في الحكم فيش لين. معناها تونس لازمها برشا حاجات، لازمها العبيد بذاتها تحسن من تونس. معناها مش يستناو في عبيد شكون يحكم، نحنا نصلحوها تونس، ما نستناوش شكون يصلحها. بس ما فما حتى شيء باش يتعاركوا هما، نحنا اللي خسرنا.